Aisha, may God be pleased with her, asked the Prophet, peace be upon him, on the supplication that a Muslim should recite in the night of Qadr. And the Prophet replied, O Allah, you are forgiving. You love forgiveness, so forgive me. O Allah, you are forgiving. You love forgiveness, so forgive me. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو في تلك الليلة يعني ماذا أقول في تلك الليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا بعزتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم جنة دارنا وقرارنا برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت السميع القريب برحمتك يا رب العالمين اللهم ثبتنا يا مثبت القلوب المؤمنين اللهم ثبتنا يا مثبت قلوب المؤمنين وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين.